يوم الصيام أقول ما رأينا في الاجتهاد ثم اختلاف المسلمين في يوم الصيام. الاجتهاد كالجهاد ماضيان إلى يوم القيامة، لأن الاجتهاد ما معناه؟ معناه إفراغ الجهد لفهم نصوص الكتاب والسنة. فإذا قلنا كما قال الكثير من المتأخرين بأن الاجتهاد قد أغلق بابه منذ القرن الرابع، وأنه لا اجتهاد بعد القرن الرابع، فمعنى ذلك أننا سددنا على العالم الإسلامي، على طلاب العلم فيه بل وعلى علمائه، سددنا عليهم طريقا من الخير كبيرا جدا، ألا وهو الفقه في الدين. وقد تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين هو الفهم وليس هو النقل عن الغير، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي جحيفة أنه سأل عليا قال له: هل خصكم معشر البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس، يعني من العلم كما هو شائع عند كثير من العامة وبعض الخاصة، أن هناك كتابا يسمى بالجفر وضعه علي بن أبي طالب، فيه أسرار وفيه أمور غيبية وما شابه ذلك، ومثل هذا الكتاب لا أصل له، ويبطله هذا الحديث: هل خصكم معشر أهل البيت بشيء دون الناس؟ قال: لا، إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه، إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه، وإلا ما في قرار صيف هذا. وأخرج بعض الوريثات من غند الطير وطلع فيه بعض الأحاديث التي كان تلقاها عن الرسول عليه السلام، فيها بيان أن المدينة حرم كمكة، وفيه بصورة خاصة من أوى فيها، من أحدث فيها حدثا أو أوى فيها محدثا عليه بعرف الله والملائكة والناس المعين لا يقبل الله منه طرفا ولا عدلا. فالشاهد من هذا الحديث الصحيح هو أن علي يقول: نحن معشر أهل البيت مع قبل كتابنا للرسول عليه السلام ما خصنا بعلم دون الناس، اللهم إلا من يخصه الله عز وجل بفهم يؤتيه الله هذا العبد في كتابه. فإذا قلنا أن باب الاجتهاد أغلق، معنى ذلك أن باب الفهم عن الله ورسوله أغلق، وهذا صدم لكل الآيات التي تأمر المسلمين بالتدبر وبالنظر والتفكر، وخلاف لأحاديث كثيرة التي في بعضها مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينسج العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما. إيش معنى عالما؟ يعني فقيها. وإيش معنى فقيه؟ فهيم، يعني انتزاعا السنة. إن الله لا ينسج العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا في الواقع جر على العالم الإسلامي مصائب كثيرة جدا، يعني سد باب الفهم عن الله والرسول معناه العملي الواقعي أن العلماء
تضع من دونهم لم يعودوا يدرسون القرآن دراسة تفهم، لم يعودوا يدرسون السنة دراسة تفهم، بل إن كثيرين منهم يقولون نحن نقرأ الكتاب والسنة للبركة وليس للفهم، لأنهم يقولون لأن أمثالنا لا يستطيعون أن يفهموا الكتاب والسنة، فقد سدوا على أنفسهم بابا من العلم كبيرا، فحص فيهم في جماهيرهم قول عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق اتخذوا رؤوسا جهالا، فسئلوا هؤلاء الجهال فأبصوا بغير علم أي بغير فهم من الكتاب والسنة، فظلوا في أنفسهم وأضلوا الآخرين السائلين. فلا غرابة أن نسمع اليوم كثير من الفتاوى فيها مخالفة لصريح الكتاب والسنة. ليه؟ لم يقع هناك علم الكتاب والسنة، إما التقليد لمن قبلنا حج والخبز والخبزة دون عرض هذا التقليد على الكتاب والسنة حتى نكون كما جاء في الآية السبت على بصيرة، وإما انطلاق من التقليد إلى اجتهاد بدون قيد ولا شرط بدون استناد على الكتاب والسنة، فإنما هكذا يرى. فنحن اليوم مثلا نعيش في فتاوى تبيح الربا لزعم قليل الربا لا بأس فيه، نعيش في زمن يبيح فيه أمثال هؤلاء المتفقهة ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشرات الأحاديث، واتفق العلماء على تحريم ذلك على تفصيل بينهم، مثل مثلا الصور عملا تصويرا واقتناء، فعم هذا البلاء في بيوت المسلمين، فلا يكاد بيت مسلم إلا وفي عديد من الصور وقد يكون بعضها من الصور الخليعة، بل لاحظت بأن الصور بدأت تتسرب إلى بيوت الله إلى المساجد، فربما يذكر بعضهم بعضكم أنه يرى في المسجد ما نسميه نحن عندنا بالتقويم أو بالروزنامة مفكرة، يعني اللي فيها مثلا أوقات الصلاة خاصة إمساكية رمضان، فتجد في هناك رأس صورة، قد تكون هذه الصورة لها نوع من القداسة في قلوب المسلمين كالكعبة مثلا، لكن الكعبة مصور وحولها الطائفون، دخلت الصور حتى في بيوت الله عز وجل. كيف هذا؟ من فلسفة أن هذه صور فوتوغرافية وليست صور يدوية، والصور اليدوية هي التي حرمها الله على لسان نبيه، أما الصور الفوتوغرافية فهي من الأشياء التي حدثت في العصر الحاضر فلم يعنيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا قلة فهم وقلة فقه في الدين، والسبب أنهم أغلقوا الفهم عن الله ورسوله فأخذوا علمهم فقط، قال فلان حرام قال فلان حلال، لماذا حرام لا ندري، نحن ما عندنا علم ولا عندنا فهم، ثم يجابون في الواقع فتحدث أمور لا بد من استخراج أحكامها، فلا يجدون أمامهم إلا نقول قديمة لا تساعدهم على التفقه الصحيح. وهذا مثال قضية الصور، المتكلمون أو الفقهاء السابقون بطبيعة الحال لم يتكلموا عن الصور الفوتوغرافية لأنها لم